تجربة جميلة جدا وأنا سعيد بها قوي قوي قوي. يعني فيلم بحبك مع تامر حسني وإخراجه كمان، ودي حاجة يعني أنا يعني شايف إنها دمها خفيف كمان، لأن أنا بشتغل مع تامر لأول مرة كممثل وكمخرج في نفس الوقت. فالموضوع بدأ إنه تامر كلمني في أواخر شهر رمضان المبارك وبارك لي على مسلسل مدام ليلى علوي، وكان يعني سعيد جدا وقال لي انه يعني هو كان في مكالمه حصلت بيننا كمان وقت مسلسل عباس الابيض، كان هو واسرته يعني كانوا مكلميني وكانوا يعني كان فيهم ناس بتعيط بعد حلقه من حلقات عباس الابيض، وكانت مكالمه في منتهى الجمال. فكرني بالمكالمه ديت وقال لي انا نفسي تبقى معايا وسعيد ان انت موجود ومنور وعايزين بقى نبدا يعني مع بعض كده يعني ان شاء الله نعمل حاجه حلوه. بالظبط. فحكى لي يعني فضلنا سهرانين على التليفون يومها حوالي ساعه، حكى لي الشخصيه وعباره عن ايه بالظبط، وبصراحه حاجه دمها خفيف جدا عجبني، يعني عجبتني الفكره لانه انا مش بلعب كده كتير ودايما بفضل انه يبقى حاجه يعني الموضوع يبقى مبني على الموقف. فلما لقيت ان الموضوع بالجمال دوت يعني رحبت جدا، وفيلم جميل يعني صورنا يومين حلوين قوي. كان هنا الزاهد كمان موجوده ممثلة جميلة ودمها زي العسل، حمدي المرغني، مدحت تيخة، مجموعة أنا يعني سعدت جدا جدا بالتواجد معاهم، ويا رب إن شاء الله يبقى وش حلو عليهم يا رب إن شاء الله، والفيلم يعني يكسر الدنيا بإذن الله وينجح نجاح كبير. واثقين من ده لان الفيلم فيه اسماء لامعه جدا، مجموعه حلوه جدا، نزل في العيد ان شاء الله. والعصفوره قالت لنا انك بتعمل دور ضابط اسمه احمد عزمي برضو، صح الكلام ده؟ هو دي دماغ تامر بقى في الكوميديا، يعني هو عسل. فهو لما وصلت اللوكيشن انا عارف اني بعمل دور ضابط، فلما وصلت اللوكيشن لقيت اليخط اللي موجوده على الباب، على الباب المكتب وعلى مكتبي مكتوب عليها الرائد احمد عزمي. قال لي ده احنا هنفتح بيها يعني. فهو يعني كان هو عنده تخيل خاص جدا للشخصيه يعني للشغل، وهو لان الدور مش كبير يعني هو ضيف شرف، بس انا كمان شرف ليا طبعا. وكمان هو عايز يبقى يعني كان عايز يبقى منور قوي. فالحمد لله يا رب، يعني انا استمتعت جدا بشكرك، ويا رب ان شاء الله يعني زي ما بقول لك كده الفيلم ان شاء الله باذن الله هيحقق نجاح كبير. ان شاء الله يا رب دايما. اتكلمنا عن مكالمتك مع تامر حسني واتكلمنا عن اختيارك للدور، فكره ان تامر المؤلف والمخرج للفيلم شايفها ازاي؟ بصي انا طبعا يعني في الجزئيه ديت انا افتكر ان في ممثلين ومخرجين كتير في تاريخنا يعني درسوا وبداوا الاخراج. انا الموضوع طبعا في الاول يعني لما دردشت مع تامر حسيت انه فاهم جدا. لما وصلت اللوكيشن بدات يعني وانا بحضر فوجئت بتامر، انه تامر بيتعامل معايا كمخرج بقى، انه داخل يقعد معايا في الاوضه وداخل يشرح لي بالراي، يعني انا داخل اتعامل مع تامر كممثل ان احنا هنمثل مع بعض. فوجئت بيه كمخرج انه فاهم كويس وبيشتغل بطريقه يعني طول الوقت عايز الممثل يخرج احسن ما عنده، بيشتغل بطريقه الممثل اكتر منها، يعني فكره ان هو عشان هو اصلا مثل قبل كده وهو يعني حاسس الممثل ممكن يبقى احيانا المشهد ممكن ان هو لما يبقى مفكر فيه بشكل مختلف عايز يطلع منه حاجه جديده. هو قعد سمع لي كويس جدا وبدانا نشتغل على الافيهات اللي احنا مفكرين فيها او الشكل اللي احنا مفكرين فيه المشهد. فكمخرج انا شايفه ان شاء الله باذن الله يا رب تبقى دي خطوه كبيره جدا بالنسبه له ونقله في حياته كمان.